بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، ومما نتذاكر حوله في شأن الأمانة، عسى الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، مسألة تتعلق بنفس الإنسان وطبعه، بطبع الإنسان، حول ما يجذبه من أمر الدنيا وما يجذبه من أمر الآخرة. فلو طرح سؤال مثلا: أيهما أقوى جذبا للإنسان؟ المؤمن في هذا الشأن، هل هو جاذب الأمانة أم جاذب الخيانة؟ وقد يتعجل البعض ويقول: جاذب الآخرة أقوى. وفي حقيقة الأمر، أيها الإخوة، كما نبه إليه ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، وهذا معلوم عند أهل العلم العارفين، لكن هذه من روائع ابن الجوزي رحمه الله في تلمسه مثل هذه الحالات ووضع العلاج عن واقعية كما نقول. فقد ذكر رحمه الله أن جاذب الدنيا أقوى، فطبع الإنسان من حيث هو إنسان فجاذب الدنيا من الداخل، وجاذب الآخرة من الخارج، فجاذب الداخل أقوى من الداخل، أي باعتبار ما تحتاجه، ما يحتاجه من شهوات وهو في الدنيا ومحسوسات، لكن جاذب الآخرة إيماني علمي ليس محسوسا. ومثل رحمه الله قال: وهذا مثل الماء، فإن الماء يهبط يتطلب المنخفضات، وهكذا طبع الإنسان في الانجذاب إلى داعي الدنيا، لكن يقوى جاذب الآخرة بحسب ما يكون عند المؤمن من استحضار لكلام الله جل شأنه وما وعد وأوعد وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوى عنده هذا الجاذب حتى يكون، نسأل الله من فضله أن نكون كذلك، حتى يكون جاذب الآخرة عنده أقوى. وهذا هو الإيمان، اليقين، أن يعمل للآخرة كأنه يعمل، أن يعمل للآخرة الغيب، الأمر الغيبي مقتضى الإيمان، كما يعمل للأمر الحسي الذي يراه ويحسه ويشتهيه قريبا. نعود إلى الأمانة. الأمانة أيها الإخوة، باعتبار أنها هي القيام بما أمر الله جل شأنه أن تكون أمينا في كل فروع العمل، أن تكون أمينا، فهذا غالبا النفس تواجه فيه مشقة، تواجه حرجا، نوعا من الحرج، وهذا يختلف باختلاف المواقف، لكن من كان عنده جاذب الآخرة أقوى تجاوز هذه المواقف وهذه المحن وهذه الصعوبات، بل ربما يتجاوزها بلذة مع الله، يترك لله، يصرع الشياطين لله، يمضي في سبيله، لا يلوي على شيء إلا طلبا لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة، ومعرفة طبيعة النفس تجعل الإنسان، تجعل المؤمن
عارفا بطبيعته، فيتلمس جوانب الضعف فيها فيقويها بأمر خارج، لأنه مؤمن والإيمان جاءه من خارج. نعم الفطرة مركوزة في الإنسان، لكن هذه الفطرة لا تعمل لوحدها، لا بد لها من سقي ولا بد لها من تثبيت من الخارج، وهو الوحي الذي جاء، الخبر من الله، الوعد والوعيد. ومن أختم بمثل يتعلق بارتباط الإنسان بالدنيا والانجذاب إليها، مثلا مسألة الفقر والغنى ومسألة حاجات الإنسان الدنيوية. إذا ما واجه الإنسان، واجه المسلم، دعونا في الحديث مع بيننا معشر المسلمين المؤمنين، إذا واجه بعض النقص في الدنيا في بادئ الأمر يتوتر ويقلق، وربما تطمح نفسه ويمد عينه إلى ما عند غيره، لكنه إذا عرف أن الأمر من الله وأن الله يمتحن، هذا الجاذب الخارجي، الجاذب الداخلي هو هذا الذي يحدث القلق والتوتر ويتطلب ربما أحيانا يقع في الحرام لأجل تحقيق رغبات النفس من خيانة ومن كذب ومن غش ونحو ذلك، كل هذا راجع إلى الخيانة. فإذا ما تطلع إلى الجاذب الوحي، جاذب الوحي، الخبر من الله عن الله، نهض وقوي. وهنا مثل أختم به، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام الترمذي رحمه الله والحاكم سند صحيح من حديث قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا. انتبه، إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه، يعني مريضة، كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يعني انظر، هذا الحديث دلنا ونبهنا على أننا ننظر إلى الأشياء التي حرمنا منها في الدنيا أنها حمية من الله، حمية كما يحمى المريض. بعض أنواع المرض يقال له لا يشرب الماء، لا يشرب الماء، فيمتثل المريض وأهل المريض فيمنعونه الماء، والماء لا يستغنى عنه، مع ذلك يتركه لأنه حميه، عرف أنها سبب للعلاج. هذا الحديث جاءنا، هذا الجاذب بإيماننا أن الله يحمي المؤمن، لا إله إلا الله، يحميك، نعم يحميك من أي شيء، من الدنيا، يحميك أن تزيدك الدنيا انغماسا في بعض الأمور، في بعض المتع، في بعض دواعي الجذب الداخلي، تطلب الشهوات، فيضعف الجاذب الأخروي، ويضعف اتباع الوحي، ويضعف الإيمان، فربما هلك الإنسان. إذن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سلوى، والعلم غيب، كشف، فهذا عندك ميزان، كل ما حرمت شيء من الدنيا فاعلم أن الله يحميك. يحميك أيش؟ يحميك الدنيا، لأن الدنيا مغفلة، مقسية، منسية، محزنة، مبكية، مضعفة للإيمان، هذا شأن الدنيا. لكن الجاذب الأخروي وهو المتمثل فيما جاء في الوحي وعن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينهضك ويحميك، يحميك من هذه المهالك، يحميك أن تكون خائنا في أي باب في أي مجال، ويحميك أن تقع وتتعدى الحدود، يحميك أن تظلم، يحميك أن تتطلب المال بوجه حرام، يحميك أن تغش، أن تأخذ الرشوة، يحميك أن تمد عينيك أيضا إلى الناس وما متعوا به. وهكذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال الله: ورزق ربك خير وأبقى. إذن هذا الجاذب الأخروي، الوعد. فالوصية لنفسي وإياكم أيها الإخوة إلى أن نتنبه لهذا الجاذب الأخروي ونستجيب له حتى يربو ويقاوم الجاذب الدنيوي. نعم، خذ من الدنيا ما أباحه الله
ولا تحرم نفسك الخير ولا تحرم غيرك وأهلك من خير أبيح وتمكنت منه، لكن إياك أن تنغمس، لأن هذه الدنيا فاتنة وهي دار الغرور، وهي الدار التي من انجذب إليها وأخلد إليها هلك والعياذ بالله، وهذا في مراتب الناس كلهم، من العالم إلى أجهل الناس، من القوي إلى أضعف الناس، من أغنى الناس إلى أفقر الناس. قال الله جل الله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الآية هذا مثال يبين حتى الذي أوتي علما لم يضمن ما دام عنده هذه الفتنة وهذا المرض في الإخلاد إلى الدنيا والانجذاب إلى ما في الدنيا من شهوات، يسلب هذه النعمة وهذا الخير وهذا الشرف من العلم، فانسلخ فاستغنى الله عنه حتى كان حاله كالكلب والعياذ بالله لا يشبع. وهذه هي الدنيا. اللهم اعصمنا من فتنة الدنيا، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ومن حاربنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت، توكلنا عليك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اكفنا كل مفسد بما شئت، اللهم اكفنا عمل المفسدين، اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا إلى كل خير وعن عليه، اللهم اجعلنا وإياهم متعاونين على البر والتقوى، متأمرين بالمعروف متناهين عن المنكر، اللهم ارزقنا وإياهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفقنا وإياهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.